شاف قد ايه حلو لبنان، قد ايه حلو بفويكته بخضرته بجباله ببحره بساحله بكل مناطقه، يعني كل منطقه وإلها ميزاتها بالفعل. هلا عم بتفرج على التفاحه، هاي من التفاح طبعا اللبناني اللي موجود بكل المناطق الجبليه طبعا بلبنان، اللي بتعلى تقريبا ما يقارب 700 متر عن سطح البحر وما فوق. كل شيء له موسمه، كمان صلاة السينما اللبنانية بموسمها هلأ للأكبر والأكبر. شو في أفلام جديدة وأفلام حلوة فيكم تشوفوها، راح نروح مع غيدة وناخد فكرة كمان. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. ضمن أفلام الأسبوع الثريلر Girl on the Train عن سيدة مطلقة بتغرق بتحقيق عن شخصيات مفقودة والأمر اللي بيأثر على كل حياتها، مع إميلي بلانت وريبيكا فيرجسون. Because I'm afraid of myself. Send a message loud and clear. If it works, they're heroes. وفيلم الأكشن USS Indianapolis Men of Courage عن القصة الحقيقية لطاقم العمل على USS Indianapolis اللي علقوا بالبحر بعد 5 أيام فقط من تسليمهم للأسلحة النووية اللي كانت مفروض تنهي الحرب العالمية الثانية، مع نيكولاس كيج وتوماس جين. يعني الفيلمين شكلهم حلوين وبنحضروا، اللي بحب الثريلر او اللي بحب نيكولاس كيج. نحن وياكم على غير موجي مع جون، وراح نشوف البوم جديد و موسيقى جديدة. عن جديد صباح الخير. اهلا وسهلا فيك جوزيف. ما حبيت بن باينابل ابل بن، راح نجرب نحببك بيغ باند. لا لا اذا اذا في اشخاص بنحبهم بحبوها اكيد انا راح اصير حبهم. في عندنا باند بعتقد براكتيكلي نيو فيك تعتبر انه بعالم الموسيقى بال 2013 بلشت، باند اسمها باستي. باستي اسم باستي من وين؟ لانه شخص بيغني معهم دان سميث خلي 14 جولاي، 14 جولاي تحررت الباستي بفرنسا، قرروا يسموا اسم الباند باستي. يعني أوكي. الاسم هالقد بسيط بلشوا فيه. باند بتغني اكثر اغاني بوب. مأكد انه انت سامع اغنيه رح سمعك اياها على اول البوم نزلوه، رح تقول لي اكيد سمعها. رح نكمل عن الغنية، ننقل على الألبوم الجديد، نشوف الأغاني الجديدة اللي عملوها، الستايل الجديد اللي بلشوا فيه. الغنية اسمها بومبي، بعتقد اتس ون اوف انشهرت كثير لدرجة إنه تعودت عليها قد ما سمعتها بتكون. شو رايك باول غنية؟ هلا نحن عم نشوف كنا الباند ممبرز كلهم عم يغنوا ولا في حدا بيغني؟ هو دان سميث اللي بيغني اللي سميت الباند مورا. في عندك درامر بيسس جيتارست بالباند. ها هي غنية، شو رايك فيها كفيرست امبريشن؟ لا حلوة، غنية حلوة، غنية مهضومة يعني خفيفة فيك تقول، حتى كلماتها حلوين. بس انا مسمين باستيا على اسم مثل ما قلت لي 14 هو يوم الانديبندانس بفرنسا وقتها تحرر الشاتو تبع الباستي، وقتها كانوا حاجزين فيه كل الناس وقتها بالفرنش ريفولوشن ب 1848 بعتقد. اوكي. هيدي الفتره كانت وقتها تحررت الباستي. بعد تحرير الباستي لانه خلقان كمان هو 14 اوف جولاي قالوا انه شو كمان يعملوا؟ يسموا الباند تبعهم باستي، مع انه منهم فرنسويه، هن جايين من يو كي. لاحظت يعني. هي. يعني مثل بتعرف انه قد ما صار في عندك باندات بركي كل الاسامي صاروا ماخوذين، في عندك بدهم يجربوا يلاقوا سبب. يعني أنا اول انا خلقان بدي تراجع شويه. شو سمي
بري باستي بري باستي بس يعني صار عندك كثير بندات بياخذين اسامي وما بدك تقلد بالاسم اكثر شيء. واول سؤال بينسال وقت تعرف على حال باند ليه سميتوا حالكم هيك؟ يعني طلعت وقت معنا باند ادونيس تسالون اول سؤال ليه ادونيس؟ انتم من ادونيس، يعني هو ذا نيم لحاله بيترك الشخص يكون حشري اكثر للموسيقى. رح نكمل هلا. سمعنا نحن هالغنيه عن اول البوم تبعهم، الالبوم الجديد تبعهم اسمه فيكت، نزل من حدود الجمعتين، فيكم داونلود ديجيتلي على الايتونز. بدل الميوزك هلا رح نقول على الميوزك فيديو نحضره مع بعض لاول غنيه yeah. اسمها فيكت. I don't think that that's a selfish want. I really don't. Well, I'm not saying that I have this capacity because it's hard to develop that capacity on your own when you're being stopped at every turn. Drive around, nighttime, no. To go melt me down, I'm like wax to your jokes, lost and found, knocking heads laying low, and there's no point reliving crimes to lose this. Still wanna waste all my time, I wanna waste all my time, still wanna waste all my time. كنا عم نحكي هلا عن الميوزك فيديوز كيف صاروا اللو بادجت اللي صرنا فيه على الميوزك فيديو، مع انه الغنيه اذا بتسمعها هلا اذا بتضوي الراديو اليوم حل راديو عندك بلبنان رح تقطع الغنيه معك مره او مرتين، غنيه فيكت لباستي. هي يعني ان اخذوا اسمهم كوركشن يعني على وقت تحررت لباستي 1789 1799 اون ذيس ديت يعني، بس دي ويرنت بوليتيكال يعني، بس دائما في عندهم مثل وحي للاغاني تبعهم عن بلدان او مناطق او شيء عم بيصير. يعني اذا الغنيه اللي سمعناها اول وحده بومبي هي مدينه كانت كثير مشهوره، طلع الفولكانو عليها راحت كل المدينه، يعني مثل كانه عم يعمل لك ريفايفل للمدينه. هون الغنيه فيكت طلعت بفتره وقت كان عندهم البريكزيت بيوكي عم يطلعوا من اليوروبيان يونيون عندهم البريكزيت، طلع بالاخر انه في عندك بعض المسؤولين كذبوا عليهم للناس انه البريكزيت شجعوني يصوتوا يظهروا من اليوروبيان يونيون، بس بالاخص طلعت انه مش منيحه لهم. هون الفيديو كله بيفرجيك انه كيف البوليتيشنز بيطلعوا بيحكوك على التي في دي فيك ات، يعني بيعملوا ات فيك مش شيء طبيعي بيكون عم بيمثلوا على الناس، مش هيك لازم يكونوا كاريزماتيك يعني لازم يكذبوا حتى يكذبوا يكونوا كاريزما تزبط معهم يعني. يعني بعدنا عم نحضر الفيديو كان عن جد يعني بتلاحظ قد ايه صاروا لو بادجت فيديوز، بس اتس كاتشي بدلك عم تطلع فيه للفيلم، بدلك انه في عندك حشريه لتعريف ليه هو عم بغني ليه عم بيصير معه وبس. في تنسيق يعني إذا واحد بيحضر الفيديو بتعرف انت بيقول لك سيكون بلان بدك تطلع، ما بتطلع بس هو كيف تطلع ورا شو عم بيصير، بتلاحظ انه قد ايه الفيديو لا عنده معنى معبر. رح نكمل بس مثل ما قلت في كات بادجت لل في كثير كات بادجت يعني نحن بلبنان بعتبر انه
وي فولو ذا ترند يعني وي ار ترند سيترز يعني نحن بنحط اوقات ال بعرف فنانين لبنانيين وعرب كثير عم يعملوا هلا فيديو كليب عم بكلفوا صار اكثر من جاي اما كنت جاي اقول ميوزك تلفزيون صح صح بتشوف انه ما بطل فيها صح يعني في عندك من بحدود الخمس سنين كيني ويست اخذ ميباخ يعني من اغلى السيارات وكسروها بس فرفطوها ليسوا بلا بواب وبلا شيء يعني كان عندهم هونيك كمان بادجت كثير كبير للميوزك فيديو صحيح. بس وصلوا بالاخر انه انا ركز نحن على الموسيقى مش على الفيديو نحن مش عم نعمل فيلم عم نعمل غنيه اوكي نحن بلبنان مأخرين 10 سنين يعني بعد 10 سنين نحن بنصير لو بادجت هن بصير ما عندهم بقى فيديو خلينا هيك بس رح نسمع بعد غنيه كمان غنيه مشهوره من الالبوم اسمها Things We Lost شو رايك يعني هلا الاغنيه الجديده بدك وقت لتتعود صح. مثل ما كنا صح. عم نحكي من شوي صح. بس انه اكيد هذا النوع من الاغاني يعني بنسمع يعني نحن عم نسمع هلا البوب ميوزك بوبولار ميوزك انا عن جد بشجع كل حدا عم يسمع الموسيقى على اللي يفوت على يوتيوب يحضر الفيديو كليب يسمع الاغنيه لانه عن جد عم نحكي عن باند اتس رايزنج باند باند عن جد ناس شاطرين بحبوا الموسيقى تبعهم يعني اسمعوا الموسيقى اعملوا داونلود الموسيقى تبعهم على اي تيونز ليج اللي اكيد دائما بنشجعهم للمشاهدين يعني هنا هلا من البانز اللي موجودين بين ايدين التين ايجرز يعني بحبون بحبوا يسمعون ولا اكبر فيك تعتبر بس انه مبلا ديرجي بس مش يعني صار عندك الفكر يعني الفكر انه واحد فيه يشتري غنيه وحده ما يشتري البوم يعني انت اذا بتفوت على اي تيونز فيك تشتري غنيه وحده ما تدري تشتري البوم بقى هيدي صارت عم تاثر عليهم للمشاهدين بنحضر الاولديز يلا الاولديز الاولديز العربي صح يلا نحضرها مع بعض كليب جديد ما لا لا ذاتس كليب ذاتس اوريجينال كليب صح عن جد صح صح انا اول مره بشوفه ما بعرف بس الغنيه اكيد يعني عن جد الاولديز اللبناني قديش حلو ما بعرف انت بتحب كمان الاولديز اللبناني عن جد تعتبره يعني يا ريت نرجع لهالفتره اكيد عندك بعض الارتست بلبنان بعدهم عم ياخذوها يعني ما بعرف امبارح قطعت غنيه على الراديو ما بعرف لاي ارتست بس
خزقني وما بعرف يعني انه شيء انه يعني بتعرف انه هن اصلا الامير الصغير وسامي كلارك والمنذر وكلهم هن جولدن ستارز صح. يعني في عندك يعني مثل ما قلنا في عندك بعض الارتست انا بعتبر يعني في عندك وائل كفوري بعد عن جد بعده الاغاني تبعه بتعقد بس عندك حتى ارتست كانوا بالجولدن ايج كانوا بالجولدن ايج وشاهدوا الجولدن هلا كمان الموسيقى تبعهم عم تنحدر انفورشنتلي يعني بس هذا رايي بالاخر بعد شوي أكيد. جون لكل المشاهدين نحن طبعا كملين نحن وياكم ما تروحوا لمطرح ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا عبر صفحه الفيسبوك وسؤالي شو اللي بيريحكم بهالحياة شو بتعملوا بريك ومنرجع خليكن معنا